المدير او مدير الكوره قال اللي يقوله المسؤول المسؤول، هل هو نفس الكلام اللي يقوله المدرب المسؤول كابتن سامي قمصان المساعد المدرب ولا لا؟ نسمعه. كل التحية ليك يا باشمهندس عادل القيعي استاذ ابراهيم المنيسي، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز اكثر من رائع وكان مطلوب بالتحديد امام بيراميدز، فريق عنيد وفريق صعب، لكن الشغل الكبير الفني اللي بذل خلال الايام الماضيه هي دي نتيجته بالتحديد. شخصيه النادي الاهلي والاصرار وكل الكلام ده هنتكلم معاه اكيد مع كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. بغض النظر يا كابتن سامي على التحضيرات الفنيه اللي كانت على اعلى مستوى خلال الايام الماضيه، لكن الشخصيه والروح والاخر دقيقه عندنا اصرار ان احنا لازم ناخد الثلاثه بونت. هو ده النادي الاهلي وهي دي لعيبه النادي الاهلي. زي ما انت قلت يعني هو ده النادي الاهلي وده تاريخ النادي الاهلي وده قدرات النادي الاهلي وده مكانه النادي الاهلي. يعني اعتقد مباراه مستحقه لينا الحمد لله. يمكن عاوز اقول برضو ان الناس اللي كانت بتتكلم مثلا ان في فرقه بيراميدز حظها عالي على النادي الاهلي، ده دي كوره يا وردان، لكن عمر ما عمر حتى لو كان لا قدر الله حصل حاجه عمر التاريخ ما هتقارن فرقه، مع احترامي كل التقدير طبعا لفرقه بيراميدز، يعني عمرك ما هتقدر تقارنها بالنادي الاهلي. لكن الحمد لله اعتقد ان ادينا مباراه كويسه، كان عندنا الحمد لله تصميم واللعيبه عندها تصميم اللي هي تحقق حاجه لجمهورها، واعتقد ان دي بدايه سلسله انتصارات ان شاء الله لينا. وانا عارف ان جمهور النادي الاهلي كان محتاج الانتصار ده، يعني الحمد لله وده الاهم، يعني ان اللي انت طرد جمهور النادي الاهلي ده الاهم بالنسبه لمنظومه الكوره في النادي الاهلي عموما. يعني فبارك لجمهور النادي الاهلي طبعا، وبارك مجلس الاداره والجهاز الفني، وان شاء الله نواصل ان شاء الله ونحقق لتحقيق الهدف اللي جاي ان شاء الله. الكل كان ظاهر بشكل جيد، لكن انا بذكر اليو ديانج لان الحقيقه كابتن سامي يعني عنده الحته بتاع شخصيه النادي الاهلي، ولسه كمان لما يخش في المباراه بشكل كبير وينسجم اكتر من كده هنشوف لاعب رائع ومميز عنده روح كبيره جدا، وبانت النهارده بيحرز هدفه الثاني غير الاداء المميز. يعني حابين نديله حقه من خلال الكابتن سامي. هو طبعا لعيب مميز جدا بدليل النادي الاهلي تعاقد معاه، يعني انت عارف النادي الاهلي دايما عنده رؤيه كويسه خصوصا اللعيبه الافارقه. هو لعيب واعد، لعيب صغير محتاج اللي هو كان يلعب، ويمكن كنت معاك قبل كده في لقاءات قبل كده قلت لك ان كل ما هيلعب اكتر هتبان امكانياته اكتر، لان هو لسه عنده كتير جدا. يعني يمكن من الناحيه الهجوميه دي بدايه اليو ديانج في الناحيه الهجوميه، يعني عنده انطلاقات كويسه، عنده تصويب كويس، بيقدر يكمل كويس في ال 18. فاعتقد ان هو ان شاء الله يبقى بدايه كويسه، وبارك له طبعا على الهدفين والمستوى اللي ظهر بيه ده طبعا، وبارك طبعا لكل الفرقه طبعا. يعني مفيش وقت وخلاص مفيش راحه، عندنا طلائع الجيش وعندنا مصر وعندنا السوبر والزمالك، لسه المشوار طويل جدا. لكن انا عايز اتكلم عن المباراه القادمه، مباراه طلائع الجيش، مفيش وقت وفي تدريب بكره بالتاكيد يا كابتن. عندنا تمرين ان شاء الله 10:30، وزي ما انت قلت كل مرحله بتخلص بتبدا في مرحله جديده. مباراه مهمه جدا طلائع الجيش برضه نفس القصه، لان كل دوت انت بتستعد للي جاي، بتستعد للزمالك وبعد كده استعد الزمالك لسان داونز وبعدين سان داونز. ان شاء الله هي دي سلسله النادي الاهلي، وده قدر لعيبه النادي الاهلي، دايما تحت ضغوط ودايما لازم يكون في انتصارات ولازم يكون في بطولات. اعتقد ان مسؤوليه كبيره قوي للعيبه، ان شاء الله يكونوا على قدها والجهاز على قدها ان شاء الله، ونسعد جمهور النادي الاهلي باذن الله. شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن الكبير كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي، اداء اكثر من رائع. ويمكن الحقيقه جمهور النادي الاهلي كان متواجد في المدرجات كان ليه تحافز كبير جدا وشجع بكل القوه اللي متواجده معاه، يمكن هي دي كمان اللي كان ليها تاثير جدا. اخر 5 دقائق في المباراه تحديدا كان هتاف كبير جدا للنادي الاهلي، والروح والاصرار والعزيمه والجديه، كل حاجه عايز تقولها على النادي الاهلي في مباراه اليوم تقدر تقولها ان شاء الله. موفقين باذن الله خلال المباريات القادمه وتحديدا مباراه طلائع الجيش، يستمر النادي الاهلي في تحقيق الانتصارات وايضا كمان اسعاد كل جمهور النادي الاهلي.